فاول ما تشوف الراجل بيرش الكنافه يقول لك رمضان جه، فهي دي الفرحه بتاعت رمضان. الكنافه البلدي ليها زبونها، والكنافه التانيه ليها زبونها، بس اكترتها الكنافه البلدي ليها زبونها على طول باستمرار حتى بعد نهايه شهر رمضان. انا بامانه احلى كنافه بحبها هي الكنافه البلدي، سمنه بلدي وسكر، لو اتقدمت لها كلها والايدين وراها ما فيش اي مشاكل. انا الشيف احمد مختار عبد الرحمن، شهر رمضان بشتغل كنافه بلدي، بس في نفس الوقت الكنافه البلدي دي ناس كتير جدا مجبره عليها اكتر من الكنافه الالي. الكنافه البلدي دي احنا جدودنا اتربينا عليها، في نفس الوقت احنا عايزين نعرفها الشباب الجيل اللي طالع الجديد. لا الفرق كبير بينها وبين الالي، ديت حجمها الحجم من الكنافه اساسا تخينه، اما الالي رفيع جدا زي الشعر، فكل اللي يجي يقول لك اديني بلدي انا عايز بلدي. الكنافه البلدي بتتعمل عباره عن دقيق وميه وسنه ملح للسنه مش اكتر من كده، بعد كده بنسيب العجينه تريح شويه، بعد كده بنطلع نرشها على الفرن. في معظم الناس بتحط عليها لبن ومعظمها لا، في ناس بتحط مكسرات، في ناس بتقول لك لا تاكلها كده سمنه وسكر بس. لا هي سر المهنه ديت بالذات في العجينه، في الشغل بتاعها، في تدريبه العجينه لازم تضربها شويه وتسيبها تريح، وبعد كده تبدا تشتغل واحده واحده تاني، تيجي تطلع على الفرن بعد كده بتسيبها تفرد. اهم حاجه يكون عندك الفرن بتاعك سخن، الصينيه بتاعتك النحاس تكون سخنه، والجوزه اللي انت بتعمل فيها تكون نظيفه، شغلك اساسا قدام الناس يكون حاجه زي الفرن نظيفه مفيش اي مشاكل. اول احنا اول ما بنشوف الراجل بيبني الفرن بتاع الكنافه ونعلق الزينه بنحس بشهر رمضان، من غير الكلام دوت احنا مش هنحس بشهر رمضان، لان احنا اتعلمنا يعني اتربينا على الجيل ده وتعلمنا على الحاجات دي. فاول ما تشوف الراجل بيرش الكنافه يقول لك رمضان جه، فهي دي الفرحه بتاعت رمضان. الكنافه البلدي هي بقى سهله جدا، وبعدين الجيل اللي طالع دلوقتي ما يعرفش ياكلها، هو واخد على الصينيه اللي هي الكنافه الالي، اما الجيل اللي بتاعنا احنا جدودنا الكنافه البلدي ليها زبونها، والكنافه الثانيه ليها زبونها، بس اكترتها الكنافه البلدي ليها زبونها على طول باستمرار حتى بعد نهايه شهر رمضان. لا الكنافه ديت حضرتك انا اللي انا متذكره من جدودنا كان في راجل كبير عالم او ولا ملك كان شغال عنده طباخ، وكان بيعجن عجينه فوقعت شويه حاجات عجين كده على الفرن فعملت خطوط كبيره، فراح مقدمها للملك دوت او للوزير دوت، مقدمها له بسنه لبن بسنه سكر وبتاع، فنطق كلمه هي جت معاه يعني، فنطق كلمه كنافه، فالراجل حبها فبدا يعملها لغايه ما بقت اشتهرت في مصر هنا واشتهرت في العالم كله. هي اتعملت في مصر هنا، بدات تتنقل بقى للخليج والدول العربيه والبحر الاحمر وتركيا، بدات تتنشر فيها وجميع انحاء العالم. بعلم ناس كتير جدا من مكان شغلي دوت في اي حته، لازم اعلم الناس لان بعد كده هيتفكروني بالخير ويتفكروني بالشغل بتاعهم. ابن اخويا اللي صاحب المحل بعلمه العجينه وبعلمه الرش وبعلمه ازاي يصب وازاي يستنى عليها وازاي امتى يصب وامتى يشيلها وامتى يرفع من على النار، لازم واحده واحده كده تبقى فاهم كل حاجه. لا ما هو احنا لازم نعلم الجيل اللي طالع عشان الجيل اللي طالع يعرف ان ده اساسا يعني ابوه كان شغال كده وجده كان شغال كده وعمامه كان شغالين كده وكل البلد شغال كده، فلازم واحده واحده يعرف. لا الاختلاف التست ما بين الكنافه البلدي والكنافه الالي، الكنافه الالي بتاخد مكسرات، بتاخد سكر، بتاخد شربات، بتاخد عسل، بتاخد عسل جلوكوز، دي الكنافه الالي اللي هي بتتعمل في صينيه، اما الكنافه البلدي دي زبده عادي بلدي وشويه سكر، تقلب على النار وتقرطف زيها كده في قلب تحاول تحمر زي الشعريه. انا بامانه احلى كنافه بحبها هي الكنافه البلدي، سمنه بلدي وسكر، لو اتقدمت لها كلها والايدين وراها ما فيش اي مشاكل.